المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. تجميع القرى يؤمن استخدام الخدمات الاجتماعية في مديرية حقهد. انعقاد ندوة حول الاستخدام الجيد للمضادات الحيوية وأضرارها في القاشبركة. تنفيذ أعمال لحماية الدرب والمياه في مديرية قلعلو. بيونغ يانغ تهدد بإسقاط أي طائرة تجسس أمريكية تخترق مجالها الجوي. أمريكا تعلن قتل أحد قادة تنظيم الدولة شرقي سوريا. ومقتل 9 أشخاص بانجراف صخري في الصين. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد المدير التنفيذي لمديرية حقات السيد تخلاي معلوت مسائل بأن تجميع القرى المتناثرة ساهم في تقديم خدمات اجتماعية ناجحة. وذكر السيد تخلاي معلوت أن بعض سكان مناطق جناخ وبقو وإدامر وقلاس تجمعوا خلال العوام الماضية في ضاحية قلاس، فيما تجمع سكان مناطق جوليا وشنغن وحشيشاي في ضاحية حشيشاي. وقد تجمع سكان الدامر في منطقة يحصلون فيها على الخدمات الاجتماعية بسهولة، مما ساهم في تقليل المشاكل الاجتماعية التي كانت تواجههم. وأشار إلى إنشاء نظام خدمات مياه عصري في كافة الإدارات ليحصل بذلك أكثر من 75% من السكان على مياه نقية، وأكثر من 85% من السكان ظلوا يحصلون على خدمات الهاتف النقال. كما تم شق طريق ترابي يربط المناطق ببعضها البعض، بالإضافة إلى بناء مؤسسات تعليمية ابتدائية ومتوسطة وسبع مؤسسات صحية منها مستشفى عمومي ومركزين صحيين. وذكر السيد تخلاي مانوت أن التيار الكهربائي المنتشر في ضواحي أشرة وقلاس وحشفيراي ودعروتاي ظل يقدم خدمات جيدة في تسهيل الخدمات الاجتماعية وكذا المؤسسات المختلفة، وقد وضع برنامج لصيانة مشروع شيتل لخدمات المياه النقية. ونشد سكان مديرية حقهد لنشر الخدمات الكهربائية في المناطق التي تجمعت حديثا. هذا هو يقتل مديرية حقهد في 14 ضاحية و48 منطقة يقتلها أكثر من 65,000 نسمة. عقد فرع رقابة الخدمات الإقليمية في القاشبركة في مديريتي هيكوتا وفورتساوا بإقليم القاشبركة ندوة للخبراء الزراعيين والجهات التي لها علاقة مباشرة بالقطاع الزراعي حول الاستخدام الجيد لمضادات الآفات الزراعية والأدوية وأضرارها. وذكر مسؤول وحدة رقابة المحاصيل السيد برهلي هيلا ميكائيل المجتمع المدني وخاصة المزارعين لضرورة اتخاذ الحيطة والحذر حول استخدام جيد للآفات الزراعية والأدوية، مدركين بأن الإهمال في هذا الشأن يتسبب في إحداث الأضرار البشرية والحيوانية والبيئية والزراعية. وذكر السيد برهلي أن الاستخدام غير الآمن للآفات الزراعية والأدوية يتسبب في الإصابة بالأمراض الخطيرة تؤدي حتى الموت مستقبلا، داعيا المزارعين لاتباع إرشادات المهنيين الزراعيين فيما يتعلق بطرق الاستخدام الآمن للآفات الزراعية. وأشار مسؤول وحدة رقابة الثروة الحيوانية إلى أن الأدوية غير الآمنة والتي لم يتم التأكد من جودتها تسبب أضرارا بالغة في الحيوان والإنسان، لذلك يجب على المجتمع المدني اتباع السبل الآمنة المدعومة بالخبراء والحد من استخدام اللحوم والألبان ومشتقاتها التي لم يتم التأكد من جودتها، لا سيما على التجار الذين يقدمون اللحوم غير الآمنة إلى الأسواق. وأوضح مسؤول رقابة فرع رقابة الخدمات الإقليمية في مكتب الزراعة في الإقليم السيد حبوس قبر مريم المساهمة الفاعلة للوزارة إلى جانب تجهيز البذور المحسنة، بالإضافة إلى سعيها الحثيث لتوزيع الغذاء الآمن والمتكامل إلى كافة المناطق، داعيا المزارعين لضرورة القيام بالنظافة البيئية واستخدام السماد العضوي باعتبار أن الآفات الزراعية تؤثر سلبا على الجهود المبذولة إضافة إلى أضرارها البشرية والحيوانية والبيئية البالغة. ودعا المدير التنفيذي لمديرية هيكوتا السيد أرجايم برهتو لتوسيع أعمال الندوة حتى مستوى الضواحي. وذكر المشاركون أهمية الندوة في أعمالهم المستقبلية مقدمين آراء وتوصيات بناءة، من ضمنها منح الاهتمام الأكبر لنواقص الأدوية ومنح
مضادات الآفات الزراعية والدفع بمثل هذه الندوة، فضلا عن تمتين العلاقة بين المزارعين والخبراء الزراعيين واتخاذ خطوات رادعة بحق التجار غير المسؤولين وغيرها من آراء وتوصيات. قدمت إدارة مديرية ملقه دورة تدريبية ل29 امرأة تركزت حول النمو المعيشي، وهدفت الدورة التدريبية إلى تنمية الفهم المجتمعي حول أهمية البطاطا وجعله مستفادا من محتواه الغني، حيث اشتملت على إعداد المأكولات التراثية والعصيدة والكيك وعدة أنواع من الطبخ الحديث، وكذلك المربى والعصائر من البطاطا. وذكرت مسؤولة النمو المعيشي في إقليم الكاشبركة السيدة سارة جبر ليبانوس الدارسات لتحسين حياتهن المعيشية مستفيدات من الفرص المتاحة ونقل المعرفة المكتسبة إلى غيرهن من النساء. وأوضح مسؤول وحدة التنمية الاقتصادية في المديرية السيد هينوكس أجاي أهمية الدورة، مؤكدا وقوف إدارة مديرية ملقي إلى جانبهن وتقديم الدعم اللازم لهن أيضا. نفذت أعمال حماية التربة وحفظ المياه في مناطق بده وقلعله وأبويا، شارك فيها 600 من المواطنين بالإضافة إلى أعداد كثيرة من الثيران. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد يوسف حسين إن النفير أنجز في منطقتي بده وأبويا، أنجز مهام صيانة مصبات بطول 540 متر وارتفاع 1.5 متر وعرض 3 أمتار، كما شهدت بلدة قلعلو أعمال صيانة قناة تحويلية جرفتها السيول جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت في شهر مارس المنصرم. وقال المشاركون إن النفير المنتظم بالتنسيق بين وزارة الزراعة وإدارة المديرية ساهم في صيانة القناة التحويلية وتوجيه المياه إلى مزارعهم، مؤكدين جاهزيتهم لإنجاز أعمال أكثر فاعلية في حال توفرت معدات النفير وكذا الآليات الثقيلة. استشهد في 9 من يوليو المناضل العقيد براخي هيلي ولد ميكائيل مسؤول فرع مكافحة الجريمة في الشرطة الإريترية إثر علة أصابته وتلقي الرعاية الصحية داخل وخارج البلاد عن عمر بلغ 69 عاماً. التحق المناضل العقيد براخي هيلي ولد ميكائيل بصفوف قوات التحرير الشعبية في فبراير من عام 1975 وعمل قبل الاستقلال في الجبهات القتالية وبعد الاستقلال في القوات المقاتلة والشرطة الإريترية حتى يوم استشهاده، وهو مناضل خدم شعبه ووطنه بمختلف المناصب وبكفاءة مهنية. المناضل العقيد براخي هيلي ولد ميكائيل رب أسرة وأب لأربعة أبناء، وقد أوري جثمانه الثرى عصر اليوم 10 من يوليو في مقبرة الشهداء بأسمرة. أعربت الشرطة الإريترية عن حزها لاستشهاد المناضل العقيد براخي هيلي ولد ميكائيل وتقدم أحر تعازيها لأسرته وزملائه ورفاقه. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. هددت كوريا الشمالية على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع بإسقاط أي طائرة تجسس أمريكية تنتهك مجالها الجوي، ونددت بخطط واشنطن لنشر غواصة صاروخية نووية قرب شبه الجزيرة الكورية. وقال المتحدث إن الولايات المتحدة كثفت أنشطة التجسس أكثر من مستويات فترة الحرب من خلال طلعات استفزازية أجرتها طائرات تجسس أمريكية على مدى 8 أيام متتالية هذا الشهر، وخرق طائرة استطلاع مجالها الجوي فوق البحر الشرقي عدة مرات. وأشار المتحدث إلى حوادث سابقة عندما أسقطت بيونغ يانغ طائرة أمريكية، محذرا من أن الولايات المتحدة ستدفع ثمن تجسسها الجوي المنظم بشكل محموم. وكانت واشنطن قد أعلنت في إبريل عزمها إرسال غواصة باليستية مسلحة نوويا في زيارة لميناء كوري جنوبي منذ عقود دون تحديد موعد لذلك.
قالت قيادة القوات الأمريكية إنها قتلت أحد قادة تنظيم الدولة الإسلامية في غارة جوية شرقي سوريا. وذكر بيان للقيادة المركزية أنها نفذت ضربة في 7 من يوليو أودت بحياة قيادي في تنظيم الدولة يدعى أبو أسامة المهاجر، ولم يوضح البيان المنصب ولا المسؤوليات التي يتولاها المهاجر في التنظيم. وتنتشر القوات الأمريكية التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سوريا وشمال شرقها. ونجحت القوات الأمريكية في اغتيال عدد من قادة تنظيم الدولة في عدة عمليات، أبرزها زعيماه السابقان أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019، ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير 2022 في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا. أعلنت السلطات أن 9 أشخاص فقدوا في وسط الصين بعد انهيار صخري تسببت فيه أمطار غزيرة وسط فيضانات في عدد من المدن، وتم إنقاذ 5 أشخاص من تحت الأنقاض في موقع بناء طريق سريع في مقاطعة هوبي بوسط البلاد حيث وقع الحادث، وتم نقل 10 آلاف من الأشخاص إلى الملاجئ وسط فيضانات غزيرة في شمال ووسط وجنوب شرقي الصين. وتعتبر الفيضانات الموسمية أمرا معتادا في الصين، لكن ارتفاع منسوب المياه هذا العام رافقه فترات طويلة غير معتادة من درجات الحرارة المرتفعة. ومع أكثر من 9 ملايين كيلومتر مربع من مساحة البلاد، تتعرض الصين في وقت واحد هذا الصيف لموجات الحر وفيضانات وجفاف. في الصين أيضا أطلقت الصين قمرا صناعيا تجريبيا جديدا إلى الفضاء بهدف إجراء مهمة اختبار تقنيات الإنترنت. وذكرت وكالة شينخوا المحلية أنه جرى إطلاق القمر الصناعي التجريبي من مركز جيوت شوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي البلاد. وأضافت الوكالة أن القمر الصناعي سيجري مهام اختبار تقنيات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وأطلق القمر الصناعي على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش 2 ودخل المدار المحدد له. الشهر الماضي أطلقت الصين قمرين صناعيين تجريبيين آخرين في الفضاء لاستخدامهما في تقنيات مراقبة الأرض الجديدة وخدمات الاستشعار عن بعد التجارية والتحقق من التقنيات ذات الصلة. وفي ختام نشرة الأخبار فيما يلي تذكير بالعناوين: تأمين القرى يؤمن استخدام خدمات اجتماعية في مديرية حبات. انعقاد ندوة حول الاستخدام الجيد للمضادات الحيوية وأضرارها في الجاشبركة. تأهيل وتدريب منزلي. بيونغ يانغ تحدد بإسقاط أي طائرة تجسس أمريكية تخترق مجالها الجوي. أمريكا تعلن قتل أحد قادة تنظيم الدولة شرقي سوريا. ومقتل 9 أشخاص بانجراف صخري في الصين. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.